وللحديث عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف كلا من لبنان وسوريا وتداعياته، معنا من إسطنبول الخبير والباحث العسكري السوري العميد عبد الله الأسعد. أهلا بك عميد عبد الله معنا. يعني في البداية، ما دلالات هذا القصف الذي استهدف قادة في الحرس الثوري الإيراني في دمشق بهذا الوزن، على رأسهم كما تعلم قائد استخبارات فيلق القدس ونائب فرع سوريا؟ ما الذي يعنيه هذا لإيران؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع هذا التوقيت الذي قامت به إسرائيل بقصف المركز هو هناك المستشارية الثقافية الإيرانية الذي يجتمع فيها كل قادة المربعات الأمنية في دمشق وفي بادية تدمر في هذا المكان على أسراد المزة. في الواقع أن هناك يعني تربة خصبة أصبحت داخل سوريا نتيجة الحرب الطويلة، من ضمن يعني مخابرات النظام وضباط في الجيش يقومون بإعطاء إحداثيات. طبعا يعني لا دليل ولا يعني مشير سوى دليل واحد، ألا وهو أن المعلومات أصبحت جاهزة من قبل عملاء من داخل النظام، أعطوا تعليمات أو أعطوا معلومات حول الاجتماع. لأنه لا يمكن، حتى لو كان إسرائيل تملك وسائط استطلاع قوية سواء من مجموعات الرصد الموجودة لديها أو من خلال مرصد جبل الشيخ، لا يمكن لها أن تعرف بدخول ضباط مثل حج صادق ونائبه وبعض المستشارين الموجودين معه إلا يعني اتصال مباشر وإعطاء تحديثات مباشرة، إحداثيات مباشرة عن المكان المجتمعين به. فلذلك أصبح الصيد ثمين والمعلومات جاهزة، فقامت بتوجيه الضربة، وهذه الضربة آنية مباشرة، يعني ليست استنادا إلى معلومات سابقة، لأن الاجتماع طبعا هذا الاجتماع حصل في التوقيت الذي قامت به إسرائيل بتوجيه الضربة إلى هذا المكان. عميد عبد الله، لماذا لم تستطع إيران يعني إيقاف إسرائيل عن قصف عناصرها؟ ما قيمة القصف الذي وجهته ردا على تفجيرات كرمان وقبر سليماني، ودعت أنه مقر للموساد موجود في أربيل؟ تفضل. يعني إيران بالنسبة لموضوع الاستطلاع لديها والمعلومات الاستخباراتية لديها يعني ضعيفة جدا، وليست هي سوى يعني مناوشات، سواء يعني قصفت قاعده في عين الاسد او في الشداده او في قاعه تنف. فكل ما يجري طبعا هذا عباره عن يعني رد يسمى يعني رد ازعاج فقط لا غير، وليس منه جدوى نهائيا. فلذلك لا يوجد اي رد نهائيا. هي اساسا يعني عندما تقوم بمناوشه قوات امريكيه موجوده في قواعدها او ارسال طيران مسير، هذا الموضوع يعني لا يغني ولا يسمن من جوع نهائيا. يعني منذ فتره كما جاء في تقريركم بالفعل، رضا موسوي الذي قتل في دمشق لم يكن هناك اي رد. لماذا؟ لان عمليه التحصين ليست موجوده. التحصين الامني من خلال امن الافراد ليس موجود، من خلال أمن العمليات ليس موجود، من خلال يعني الرادع الذي طبعا هو الرادع الأكبر، الدفاع الجوي الموجود ضمن سوريا هو غير قادر على رد هذه الهجمات. وحتى يعني في حال كان هناك دفاع جوي، فإن إسرائيل لديها أسلحة ذات دقة عالية تستطيع من خلال هذه الأسلحة ذات الدقة العالية اصطياد أهدافها عندما يكون هناك إحداثيات صحيحة. إلى جانب هذا رضي الذي قتل في سوريا، هناك أيضا وسام طويل، ولم تقم إيران بيعني توجيه ضربة لإسرائيل كرد فعل، وإنما اكتفت بمناورات بسيطة كما وصفتها أنها لا ترقى لمستوى الفعل. لكن ماذا عن النظام السوري سيادة العميد؟ يعني هذا النظام، ما الذي تعنيه هذه الاستهدافات والهجمات الجوية التي تقوم بها طائرات إسرائيلية على منطقة حساسة سياسيا وعسكريا بالنسبة للنظام السوري؟
بالنسبة لنظام الأسد هو خارج يعني خارج التغطية نهائيا، وخارج يعني خارج المعادلة بالمرة، يعني ليس لديه أي قرار أساسا، يعني القرار ضمن سوريا لقادة المربعات الأمنية. وهذا الرجل يعني طبعا رئيس الاستخبارات في فيلق القدس، هو يعني والذي كان قبله لهم وزن كبير لدى إيران، يعني لا يستطيع بالتأكيد أن يجابه إسرائيل. وأنت تعرف بأن والكل يعرف بأن أثناء يعني حرب على غزة قرر أو أعلن نظام الأسد بأنه نأى بنفسه عن التدخل نهائيا، ويعني لا يمكن أن يكون طرفا في المعادلة نعم. مع الأطراف الأذرع الإيرانية، وإنما يعني يخشى، وهذا طبعا من خلال تحليل، أن من يعطي إحداثيات هو أعلى مستوى في نظام بشار الأسد نعم. يعطي الإحداثيات لدى إسرائيل، لأنه طبعا هدد منذ فترة ليست بعيدة بأن يقصف إذا طبعا يعني سمح لإيران أن تقوم بعمليات من داخل أرضه. فالآن نعم. يعني طبعا وعند في المساء طبعا كنت قد سمعت من خلال معلومات أو تسريبات بأن أحد القادة الإيرانيين قال بأن الاغتيال لقائد استخبارات فيلق، عفوا، الحرس الثوري أو فيلق قدس، هو من قبل ضباط من داخل نظام الأسد بالتعاون معهم. ومنذ نعم فترة طبعا يعني وجدنا أن نظام الأسد يعتقل حوالي 17 ضابط في فروع أمنية، وفروع أمنية قريبة من الجولان السوري المحتل، نعم وقام باعتقالهم وزجهم. إذا هنا يوجد اختراق أمني كبير جدا، ليس هذا الاختراق من أشخاص عاديين يتعاملون مقابل مبلغ مادي، وإنما يعني هو تبادل استخباراتي، وربما هذا نعم النظام قد اعتقل هؤلاء الضباط للتغطية على صفقات أكبر، لأن إسرائيل منذ فترة كما ورد يعني بأنها أعطت بشار الأسد أو القيادة في سوريا أسماء شخصيات وقيادات تريد أن تقوم نعم باغتيالها في الداخل. أستاذ عبد الله، يعني الكثير من عمليات الاغتيال نفذتها إسرائيل بأكثر من دولة أثرت على مصالح وشخصيات تابعة لإيران، يعني رضي موسوي في دمشق، وسام طويل في لبنان، وكذلك محمد دحروج أو حدروج وهو القيادي أيضا في الحرس الإيراني. ماذا عن الصبر الاستراتيجي الذي تحدثت عنه إيران وقادتها، حيث أعلنت أنها ستحتفظ بحق الرد كالعادة؟ كيف ستكون محددات هذه الضربات النوعية التي قامت بها إسرائيل؟ طبعا إيران لديها خطة ممنهجة في المنطقة، في الواقع يعني لديها أذرع، يعني لا يمكن أحد أن يعني يتجاهل هذه الأذرع، طبعا من اليمن الحوثيين وإلى لبنان إلى حزب الله وإلى سوريا طبعا التي أصبحت تربة خصبة للحرس الثوري لفيلق القدس للزينبيون للفاطميون لغير ذلك. هؤلاء الأذرع يعني لديها هامش تتحرك ضمنه. طبعا قلت أنا قبل قليل بأنه يعني يستهدفون هذه القواعد عبارة عن رميات إزعاج، وليس يعني الغاية منها مثلا يعني تدمير أو يعني خلق توازن في الرعب. وهذا الموضوع طبعا هو ممنهج ولا يمكن أن يتجاوز، وليس موجه لأمريكا وليس لإسرائيل. في الواقع يعني الآن تستغل إيران تحقيق هدف من خلال هذه الأذرع التي ذكرتها، هدف جيوبوليتيكي لإيران في المنطقة، وإثبات وجودها بأن هي حتى أثناء الحرب هي لديها يعني مناورات ولديها رمايات ولديها أهداف تريد أن تحققها، سواء هذه الأهداف جيوبحرية أو جيوسياسية أو جيوبوليتيكية، من البحر الأحمر من مضيق باب المندب وصولا إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا. طيب، فلذلك مراهنة إيران عميد عبد الله على نهاية نتنياهو السياسية وفشله بتحقيق الأهداف في غزة، هل تكفي اليوم هذه المراهنة بعد إدراك نتنياهو أن خلاصه سيكون بهذه الاغتيالات في الخارج؟ يعني سواء كان نتنياهو أو غيره، طبعا نتنياهو نعم يريد أن يصدر أزمته إلى الخارج، هذا حقيقة، ويريد أن طبعا يرسل رسائل إلى الحاضنة التي كادت اليوم أن تقتحم بيت نتنياهو من أجل إسقاط حكومته وتهديد غانتس بالخروج من الحكومة. في الواقع يعني حتى لو خرج نتنياهو، إسرائيل لديها نهج، هذا النهج هو يعني موزع على كل ما يسمونه طبعا هم
تهديد لأمن إسرائيل، نعم سواء من البحر أو من جنوب لبنان أو من سوريا أو غير ذلك. لدى إسرائيل يعني مبدأ هو لا يجوز أن يكون أحد أكبر من إسرائيل. حتى إيران لو كانت مثلا لديها علاقات مع إسرائيل أو مع غيرها، إذا يجب أن لا تكون نعم هي القوة، ويجب أن لا يكون لها أذرع. يعني تريد هي أن تقدم هذه الأذرع من أجل أن لا يكون في المستقبل خطرا عليها نعم في المنطقة. وظهر ذلك جليا من خلال طبعا من خلال عدم تحرك جبهة الجولان في سوريا. نعم بينما في لبنان هناك مناوشات، هذه المناوشات لصالح إيران حصرا وضحت وتحديدا. هذه الفكرة. لكسب الوقت دعني أطرح عليك هذا السؤال الأخير عميد عبد الله، يعني إيران أمام تدهور أمني كبير في البحر الأحمر وفي العراق وسوريا ولبنان، ما قراءتك لمستقبل ووجود إيران في المنطقة العربية؟ تفضل. نعم، إيران هي يعني هذا السؤال هو طبعا يعني جوهر الحقيقة. مستقبل إيران هو تريد أن تتوسع على حساب يعني على حساب الدول العربية، وأن لا يعني لا تريد أن يعني أن تكون في مواجهة مع إسرائيل، وهذا أكبر دليل أنها لم تفعل شيء عقب اغتيال رضا موسوي وفي لبنان دحروج ووسام الطويل والآن حج صادق وغيرهم ونائبه. لا تريد أن تكون في مواجهة مع إسرائيل، وإنما هي تريد أن تحقق أهدافا في الدول العربية. هذه الأهداف هي عبارة عن أهداف توسعية بدأت بالأحرى من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن، ومن ثم إلى الآن إلى الحدود الأردنية، من أجل أن تقوم بخرق هذا الخرق، هو خرق الأمن القومي العربي والتوجه باتجاه دول الخليج، ويعني رسم المنطقة من جديد على أن يكون لها دور، هذا الدور مع أمريكا وإسرائيل كقوة إقليمية. عميد عبد الله الأسعد الخبير والباحث العسكري السوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.